لا نستطيع أن نعيش على كوكب الأرض دون وجود الماء، فمنه نستمد ما يحتاجه الري في عمليات الزراعة والاستدامة الغذائية. نتكلم على هذا الجانب. والجانب الآخر أيضا المياه العذبة للشرب، ولكن ليست يعني المشكلة اليوم ما هي مشكلة شخصية أو مشكلة تقع على دولة معينة أو دولة محددة، المشكلة هي مشكلة دولية ومشكلة كوكب الأرض بالكامل سيواجه هذه الكارثة قريبا. فلذلك يجب علينا بحث الحلول والتضافر في جهودنا جميعا كدول لوضع حلول جذرية للتصدي لمثل هذه المشكلة. عندنا اليوم في لغة الأرقام يغطي العالم ما يبلغ من مساحة الكرة الأرضية 71% تقريبا من المياه، إلا أن الكمية العذبة من هذه المساحة هي لا تتجاوز 3%، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تحصل في دول العالم والكوارث أيضا التي تنتج عن طريق السياسات مثل الحروب والحرائق وما إلى ذلك. واجهنا الحقيقة في الخمس سنوات الأخيرة العديد من الكوارث وشح الأمطار، ويعني المشكلة السياسية التي حصلت ما بين مصر وبين أثيوبيا في بناء هذا السد والتحكم السياسي في حياة البشر من خلال التحكم في كميات المياه التي تصدر للدول الأخرى. هذه كلها مشاكل يجب أن نقف عليها ويجب أن نبحث حلولها قبل أن نقع فيها. أنا أتكلم اليوم على دولتي، دولة الكويت، وهي دولة من دول المجلس التعاون الخليجي. الكويت شهدت في أول أزمة مياه عام 1907، واستمرت هذه الأزمة حتى 1908، أزمة شح في أو يعني لا وجود للماء في دولة الكويت. وبدأت الكويت تجلب المياه من شط العرب عبر سفن بحرية حتى عام 1951، ولكن بدأت الكويت في البحث لإيجاد حلول وسبل تقينا من الوقوع في مثل هذه المشكلات مستقبلا. وبدأت الكويت بإنشاء محطات كبيرة لتحلية المياه، وسنت قوانين وتشريعات للحد من الوقوع في مثل هذه المشاكل. ومنها عندنا احنا في الكويت حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. فمثل هذه الأمور احنا نتطلبها في تكون في كثير من البلدان. نرى في بعض البلدان ان هناك لا وجود لقوانين تحمي المياه الجوفية وتحمي المخزون الاستراتيجي التي تحتاجه الأرض. لما نستفسر ما هو السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي أنا باعتقادي لأنه لا وجود لتنظيم دولي لهذه العملية وهذه المسألة. احنا اليوم هذا أنا قاعد أتكلم على دولة الكويت فقط، ولكن الحل ليس فقط في دولة الكويت. المشكلة مشكلة يجب أن تتضافر فيها الجهود.